ولا في الأحلام هو عنوان أغنية وائل جسار الجديدة واللي كان صورها بمنطقة البقاع تحت إدارة المخرج فادي حداد. كما رأى أغاني التقت وائل بكواليس التصوير ليخبرنا أكثر عن هالأغنية وتفاصيلها. الأغنية بعنوان ولا في الأحلام من كلمات أحمد القطوط وألحان أحمد زعيم، إنتاج لايف ستايل ستوديو. مثل ما أنك شايف اليوم ورشة عمل تصوير الكليب مع المخرج الصديق والأخ فادي حداد، وطبعا هيدي المرة يمكن الثالثة أو الرابعة بنتعامل مع بعض، صرنا نفهم مع بعض كتير. بحب له صورته، بحب له إخراجه، أفكاره اللي هيك اللي فيها نوع من العبقرية إذا بدك. فإن شاء الله هالعمل يلاقي نجاح واستحسان عند الناس. كان لابد ما نسأل وائل عن فترة كورونا وكيف عم يقدر يصور بهيدي الظروف. في وقاية كتير، يعني في سوشيال ديستانس إذا بدك. هلأ بيني وبين شو اسمه عاملين الفحص، ولكن لا، فادي من هذه الناحية منتبه كتير، والإكيب كله منتبه حقيقة. يعني حتى ما عم نسلم، يعني إذا بدنا نسلم بالكواع، يعني لا، شي بروفيشنال إذا بدك. خايف عم توقع كثير؟ هلا أكيد الخوف موجود وعم بتوقع، ولكن بالنهاية ربنا سبحانه وتعالى شو اللي بده يصير بده يصير يعني. ومن وحي الأغنية سألنا وائل على شو بيقول ولا في الأحلام. مسافر مثلا ولا في الأحلام. هيدي شغله حلوه يعني على كل. لا ما بقدر، لانه حتى يعني شغلي بيتوجب علي اني اسافر. حتى المخرج فادي حداد قام باخراج هالعمل بتعاون جديد بينه وبين وائل بعد عده اعمال سابقه. اغنيته جديده انتاج لايف ستايل ستوديوز، رومانتك كتير حلوه، وشادتي فيه مجروحه انا، يعني وائل خيو صديق، وكتير في اعمال نجاحات انا من غريبه الناس لهيدا. نقيت لوكيشن كتير حلو بكفرية ومسابكي، الأوتيل من 1926 عم صور فيه، عم نقي مناطق كتير حلوة فيها عراقة وتفرجي لبنان بصورة حلوة، وندعم السياحة هون شوي أكتر، من أجمل المناطق بلبنان، ورومانتك وقصة حب كتير حلوة. يلا شي هلأ قريبا بتشوفوها بإذن الله. خبرني اليوم شو بحب وائل، شو ما بحب، يعني قديش صرت حافظه وبتقدر تطلع منه قصص جديدة؟ إذا هو مودي شوي، يعني إذا ما طالع عباله يصور، بعرف كيف يرجع يصور، لأنه كلنا تعبنين بالفترة وعنده مشاكل وأنا عندي مشاكل وكل الناس عندها مشاكل بسبب كورونا، خيفانين وكيف بدي أقرب ويعملوا له ميك أب وشعره، في هالخوف ما بلومه عليه. يعني إذا بتشوفوا أنه أوقات مثلا ما غيرنا كتير أو كذا، في حرب ضد الكورونا، حرب ضد ما حدا لا سمح الله يصير له شيء. عنا كلنا ناس كبار بالعمر، بدك تجاري لوائل جسار، تمشي على موده وهو بيمشي على موده، بس بتاخدي منه شيء احساس غالي، يعني ريحي بريحه انا، كل شيء مزبوط، بيرتاح، بيعطيني لبسينج، بيرتاح، بيعطيني لقطة التمثيل، بفهم عليه وبيفهم علي. بعيدا عن الأغنية المنتظرة واللي رح تحمل توقيع شركة لايف ستايل ستوديوز، مجالي حابة تطمن محبي وائل عليه بعد تعرضه لحادث سير كبير نهاية العام الماضي. حقيقة يعني الله خلصني، كتر خير الله أنه الحادث كان كتير صعب، ولكن أنا قدرت تحيشات الكاميون اللي كان عم بكر وأنا وراه مباشرة، وفي وراي سيارات، يعني قدرت خلصت منه بطريقة بعجوبة إذا بدك، لأنه لو ما خلصت كان رح يضربني من قدام، وأنا أضرب اللي وراي رح انمعس معس، يعني كانت القصة مش هينة أبدا. فكتر خير الله، يمكن دعاء الوالدين والمحبين، فبشكر الله وربنا ما يجيب شر لحدا يعني إن شاء الله. وائل لما الإنسان يكون بهيك موقف ويكون عم بحس إنه وصل إذا بدنا نقول على محل خطر، شو بحس؟ شو حسيت وائل؟ شو قطع شريط قدام عيونك؟
أول شيء بدي أقول لك شغلة، إنه يمكن في حدا غيري لو ما عنده هالسرعة البديهة وفكر دغري بلحظة شو لازم يتصرف، يعني أنا من هون بدعي كل الناس إنه ينتبهوا بالسواقة، إذا حصل معهم أي شيء طارئ ينتبهوا، مش يعني يتفاجئوا أو ما يعودوا يفكروا صح، لا بدهم يفكروا باللحظة شو لازم يتصرفوا، لأنه في حياتهم بدأ. فالحمد لله أنا من هيدي الناحية قدرت فكرت صح. يعني أكيد بفكر بعائلته، بفكر بأولاده، بفكر بشريط حياته الكامل، شو مرق بحياته. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عمر جديد. وائل المعروف بمواقفه الجريئة خبرنا عن رأيه بالوضع يلي عم بمر فيه لبنان بالفترة الحالية. فبدنا عصا سحرية، يمكن بدنا تغيير جذري، ما بعرف شو لازم ينعمل، نعمل ثورة، ولكن ما أدت ولا نتيجة، والسبب ما بنعرف ليه. يمكن ما كنا كلنا إيد واحدة لحتى قدرنا وصلنا للشيء اللي بدنا إياه. بتمنى من السياسيين إنه يتطلعوا بهذا الشعب اللي كل العالم بحبه، وين ما بيروح بيرفع رأس لبنان. نتمنى للبنان وللشعب اللبناني إنه تخلص الأزمة على خير ونرجع للبحبوحة وللسلام وللطمأنينة. المحكمة العسكرية كانت سبق وحكمت على الفنان فضل شاكر بالحبس لمدة 22 سنة، فسألنا وائل عن رأيه، خاصة أنه فضل كان من أصدقائه المقربين. يعني صراحة أنا ما بعرف شو المعطيات وشو الأشياء اللي استندت عليها المحكمة العسكرية. أنا بتمنى له أكيد أنه فضل شاكر صوت جميل جدا وإحساس رائع جدا، بتمنى له كنت البراءة أكيد، وأنه يرجع لمحبينه لجمهوره ولعائلته حتى. فما بعرف، ما عندي اطلاع كتير كبير على الموضوع، بس أنا ما بتمنى إلا كل الخير لفضل شاكر ولغير فضل شاكر. أنهينا لقائنا مع وائل وزيارتنا لكواليس كليبو اللي رح يبصر النور بالأسابيع القليلة المقبلة، على أمل يحقق عبره نجاح كبير.